شو نقول عليها؟ هذه. شو نقول عليها؟ هذه. والولد هذا. ولازم نشر بصبعنا، تمام؟ هذه شمس، هذه دالين، هذه ديما، هذه رود، هذا يوسف، هذه صح؟ يرقى نقرب عليه، نقرب عليه، شو نقول؟ نعشر عليه، نقول هذا ولد. تعال يوسف، هذا 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 وصبع عشر هذه من اصبع. لذلك هاي هذا والهذه شو يسموها؟ اسماء اشاره، اسماء اشاره. هذا ما اقدر اقول هذا ولد وانا داير وجهي ما مشي. اقدر اقول لا هذا ولد وين استاذ؟ هذا شو اقول له عشر مصري؟ فيسمونه اسم إشارة. اسم إشارة. اسم إشارة يعني نأشر بصبع نبي. هذا ولد، هذا ولد عنده. ايش عنده يوسف؟ عنده قطار. هذا ولد عنده قطار. هذا عنده قطار. تعال هذه بنت، هذه عندها لعبة، عندها لعبة. هذا ولد عنده قطار. هذه بنت عندها لعبة. لعبة نسميها لعبة ولا لعبة؟ دمية. هذه بنت عندها لعبة. هذا هذا شنو؟ هذه شنو؟ لعبة. هذا للمذكر، للمذكر، للولد يعني. طبعا المذكر المؤنث ما يشمل بس الولد والابنين. يعني رحلة شو أقول عليها؟ هذا لو هذه؟ هذا هي شلون هذا هي؟ طبقت لي اياها اثنين هذه. هذا لو هذه رحلة، هذه رحلة صح؟ هذه سبورة صح؟ هذه سورة صح؟ هذا حائط. شو أقول هذه حائط؟ لو هذا حائط؟ شو أقول؟ هذا حائط، هذا باب، تمام؟ هذا سقف صح؟ هذه مروحة. يعني عندنا هذا وهذه. هذا اسم إشارة، إشارة أشر به. اسم إشارة لمن؟ للمذكر، للمذكر، ان كان ولد، ان كان كرسي. هسه هذا شنو؟ هذا ما اقدر اقول هذه كرسي. يصير اقول هذه كرسي؟ لا، لا، بس هذا كرسي. ليش؟ لانه مذكر. هذا حائط، هذا كتاب، هذا شنو؟ كتاب. هذا كتاب، هذا ولد، هذا قطار. شوفوا مذكر، كله مذكر. بينما هذه لما نستخدمها؟ هذه نظارة، هذه بنت، هذه لعبة، لعبة، هذه بنت عندها لعبة.